بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الكرام البررة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، عاذنا الله منها. ثم أما بعد، ولا ريال ومركلة برنامج كان يديني لها وما عد الرأي أحكام إسلام كان وستوصى إنه يبحي جري صومالي جنل ما نكستو اثنين أها ساعدوا مركلتها صد حدا إلى أفرتها. وحين أصد ماضي بفضل الله وعزه نقصد ماضي أن صلاة هي أحكامتي كتعلق إيسي أو لحري دي هي الزكاة هي أحكامتي لحري دي مركا عشر كي كان كهر يوحان صوقا لني صون كأيين باللوني فضائشي سا أيين كشا كان صون هي مشروعية سي وقتي لشرعيي هذا ما أنت وحنك هذا إنما موضوع كله أو كسب سنسون كان وحنا كل بلاء إنما موضوع عز بشر رمضان اللي سون كان هذا إنك هذا إنه رمضان كان متكفرد كأه سنة كي أمر صلى الله ميا كاس إنه كهذا إنه سنة مركز توي إيمان كرتها قف قدو إسكول زاميا وقت كستو إسكول زامين كرا ونظر كحلاوي قانو لا ماشي سنة ما يركب قط جدا نهدي له هذا النوع يضربها هذا مركب واحد كه الله نوار رمضان بشه رمضان صوم كا كواجبة هي إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كيس كل شيء جاي فمن شهد منكم الشهر فليصمه قف الله قف كي إنك نكمل هاي شروطي بوحيي بشه رمضان حاضري وإنه الصوم سكر أولاد مجرو أيالي حتى شروط بلوب بهاي هاي انت شروط انا كعلم بشهر رمضان سيلقو أولانكرا سيلقو السقناتا وحالي لبحا لمدكا مدى بشهر السقناتا بشي إن لا أركو ومدى كوبات ويو نبي عليه الصلاة والسلام حولي صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته بشه رمضان كو صوم أركتلا أيضا أركتان أما كو أفورا وما كي بشه دماتو شوال أركي شوال أركتلا أيضا لما لاسو مداسو ميوي ونبي عليه الصلاة والسلام نوشيغي وحو نبي يريد فإن أم عليكم رواية كان نوحيه هيدا صحيح مسلمة فإن أغمي عليكم هدي الله إني كدبولو وعركو ضروري ليه بشينا مين صدن كيدا مانين فقدروا له رواية دي أحيد قدرة ويقار صوقات أم الأيام نيتهاي ترد أوير قاتا بشو ترد أوير وحوان وسيال لباطن إلا بشو صدن يسال عطلوا من نقطة بش إسلامكو الله مد من نقطة بش قمر يلا يقانو المسلمين تترسلا من الجنان رواية كانوا حيهاي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما كامل كدغا بشا شعبان عددي او نقونس صدن واترد بضن
marka faqdiru waxa fasireysa xadiidka qaybtiisa kale ayaa fasireya hadaba bisha marka koobaad waxay ku sugnaanaysa il arag ma dadku bar inay arkaan baa loo shaqeeyaa mise in ka mid ah waxa dabcan inay dadku wada arkaan baa fiican oo wanaagsan si aana muran iyo shaki meesha u imanin laakiin haddii qof ka mid ah uu arko qofkaasna cadaaladiisu ay sugan tahay uuna ahayn qof faasiq ah caadilla waxaa la yidhaahdaa qofka dembi weyn aan lagu qabanin laga yaabo inuu sameeyo isaga ilaahay ka dhaxayso laakiin laguma hayo dembi weynuu sameeyey dunuubta waaweynna ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisana waa ku tilmaamay nabiguna caleyhi salaam axaadiis badan buu ku tilmaamay culimmaduna way ku dadaaleeno kutubba laga qoray sida imaamu dahabi raxmatullahi caleyh kitaabkiisa alkabaa'ir sida kitaabka kasii weyn oo laga yaabo inuu kasii fadfaadsan yahay waxyaabahaan kabaa'ir laisku waafaqsanayna kabaa'irtii dhexgeliyey ibnu xajar alhaytami azawaajir iyo kutub mucaasiraha oo aada u wanaagsan gaar ahaan kitaabka doctor cali shariiji oo isna loo yaqaano magiciisu yahay bay azawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir sidii magicii sheekha uu lahaa ibnu xajar alhaytami unba isna soo qaatay kabaa'irta noocaas oo kale haddii qofkii lagu hayo aya kabiira oo min kabaa'irti ka mid ah waxa weyaan qofkaasi faasiq weeye waxaan laga qaadan mahayo hadduu wuxuu riwaayo tahay iyo hadday markhaati tahay toona laga qaadan mahayo laakiin qofki waa inuu caadil yahay imaam suyuudi raxmatullahi caleyh markuu qeexay wuxuu yihi walcadlu man yajtanib ilkabaa'iri wa yajtanib fi lghaalibi sagaa'iri waxaa la yidhaahdaa caadilku qofka kabaa'irta ka fogaaday ee lagu haynin aan sagaa'irta dembiga sagiirada loo yaqaanana aan laasimayn aan ku noolayn la noolayn macnihii laga yaabo inuu dembi sagaa'irtu way kaa dhaadhacaysa afartanka saaca laakiin inuu ka dhigta caado kuwa dhex jira uu sagiiradaas iyadoo nafteedu laa sagiirata maca alistimraar walaa kabiirata maca tooba ahayd sagiiro waxa la yidhahda ma jirto mar haddii aad ku suganaanayso kabiiro laga toobad keenayna kabiiro ma ahaanayso mar haddaad ka toobad keentay iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala cafa allahu cama salafa halkaasay gelaysaan haddaba waxaa lagu kaaftoomayaa hal qof oo caadil ah ramadaanka aragtidiisa iyo shawaalka aragtidiisa culimada qaar saas bay qabaan culimada qaar way kala qaadaan waxay yahay ramadaanka aragtidiisa hal qof baa lagu kaaftoomayaa shawaal aragtidiisa laba qof markastana caadil baa loo shaqeeyaa afar bayna qolaha soo qaateen saxiix ah oo aan ka sugnaaday saxaabadii qaar ka mid ah haddii beled laga arko oo aan beled kale laga arag xaalkeedu see yahay waxaa suurtagal ah in laga arko wax loo yaqaanaa qudri nidaamkan hadda jira juqraafiga hadda jira iyo juqraafigaona way kala duwanaayeen ka hadda waxa weya xuduud la sameeyo musdarac ah oo dhul isku juqraafi ah laga dhigahayo la kala goynayo iyo kii hore labay kala ahayd marka waxaa culimada qaar yidhahdaan waxa la yidhahda ikhtilaafi lmadaalic ma jiro meel hadduu laga arko meel kasta muslimkii jooga ee maqlaa waa inuu soomay leeyihin waayo ayadiina way soo qaadan oo faman shahida minkum shahra bishii way biratay oo waa la hubaa bay dhaheen waayo nin baa inoo sheegay caadil ah ama ummad baa inoo sheegtay meel mucayana degan adigiina waa nooshay xilligaa shuruudiina waa mutawafir saas ay ugu leeyihiin culimada qaar waxay leeyihin maya ma noqonayso beled laba beled oo kala duwan oo aan isku waqti isku xilliana qoraxdu dhacaynin isku xilli usoo baxaynin salaadahoodu way iskhilaafeen iskuma dayanayaan xagga soonka ayay dhaheen waxayna deliishanayaan xadiidkii kurayb oo uu ku soomay shaam uu ku usoo baxay xagga madiina markuu madiine yimid ayuu ibnu cabaas radiallaahu canhumaa ayuu weydiiyo yidhi wakhtiyeed aragteen bisha wuxuu yihi annagu jamcihii baan aragnay markaasuu annagu sabtidii baan aragnay kana zuuli mayna buuri
inaan taanada ku soconayno ilaa aanu ka aragno buuri. Markaas wuxuu yiri oo bishii waan arnay dadkuna way arkeen Muawiya oo khaliifka Islaamka markaa ahaana waa arkay buuri dadka dhanba arkay reeshaan. Marka nabigu taasu nafaray buu anagu ka zuulimayna buuri muuna qaadanin xuurkaas. Xadiidkaana qaar baa u qaatay inuu yahay mowquf ee waxa weeye nabigu u tiiriyey waayo sidaasaa nala faray buuri ama sidaasaa sunnada hadii la yiraahdo dabcan waa la yaqaanaa marfuuc ahaan bay noqonaysaa. Sidaas ayay qoladaasna iyagu qaateen oo waxay dhaheen la raaci mahayo. Sheeko dheer baa ku jirto kale oo haddii qofkii uu soo galo beledkaas beled buu ka yimid beled buu soo galay yani aag buu ka yimid aag kale uu soo galay oo muxuu sameyn isagu ka kureyb oo kaleo ka yimid Shaam wuxuu yimid Madiina waxaa suurtagal ah reer Madiina inay bishu soddon noqoto isagoo maalin buu ka horreeyey soddon maga kori soddon bay noqonaysaa muxuu sameynayaa ma wuxuu masidiisu u ciidayaa mise qoraasu la ciidayaa. Waxaa la yidhi afuraad iyo wuxuu sameynaya waa u qarsanayaa wuuna afurahayaa haddii uu xuunkooda qaadan haddii markuu meesha qoran xuunkeedu qaadan laakiin ma dhaafinayo xilligii ee uu afurayaa laakiin wuxuu la sugayaa iyada wuxuu la sugayaa dadka diid waa shicaar caama weeye oo lagu talagalay beledkii ama magaalada meel ku taalaba ama ummadda meel degan ba hal mar ay shicaarka muujiyaan yaa lagu talagalay. Midda labaad waxa weeyaan hadaba waa ilaa tahor waxay ahayd waa ru'yatul hilal bishii in la arko yay ku sugnaanaysay. Talabaad waxa weeyaan bishii hore ee Shacbaan ahayd inay soddonkeedu buuxsamo. Mar haddii la hubo soddonkeedu inuu buuxsamay looma baahna bishii in la eego oo la raadiyo uma baahna markaas kale horey ayaa laga soomayaa. Qof kastana waa uu soomi qof marmarsi kale la iman karana ma jiro. Sidaas markaa xaaladii ahaanaysaa malgaya waa bisha in lagu raadiyo waxyaaba hadda loo yaqaano cilmi falaga xisaabtan. Yacni jumhuurta ummaddu ama culimada islaamka oo dhan baa dhahna qadiiman iyo xadiidan ilaa qof iyo laba mooyeen waxay ku tageen inaan bishaas wax aan aragti ahayn inaan ku xidhnayn laana waa cibaado. Cibaadaasoo lagu xidhay bisha balaashadeeda waliba araggeeda lagu xidhay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam misal xadiidka hadda soo sheegnay saxiixa ee saxiixanka soo saareen suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma kuna afura. Culimada qaar baa marka waxay daliishadeen in xisaabta la cuskan karo qaar waxay ahayn toosa la cuskado oo markaynu ogaano bishii Shacbaan inay dhammaatay ama ku dhammaato 29 ama 30 ku dhammaato tii kale suurtagalaysay in la arkayo suurtagalaysaan leenahay inaan la arkayba laga yaabaa waxay leeyihiin waxaa la qarariyay in la soomo. Waxayna xadiidka naftiisa iyo xadiid lamida qayb ka mid ah dalishadeena nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi naxnu ummatun ummiya laa naktubu walaa naxsib ashaaru haakada wa haakada wa haakada buuri marra sodomu ka dhigay marra 29 buu dhigay. Marka uu cilmiyo leeyahay wuxuu leeyahay annagu xisaab iyo ummad waxaana ummiya waxaana cilmi lahayn oo qofba qori jirin oo waxba akhriyi jirin marka waxaan cuskanaynaa aragtida ma cuskanaynaa saas u jeedaa. Laakiin haddii laga baxay uu leeyihiin oo ummaday noqoto marka qoreysa oo cilmiga fala garanaysa waa la cuskan karaa. Qoliyo way meel dhaxay istaageen waxay raadeen cilmi faraga iyo xisaabta waxay dhahayn lama cuskanayo laakiin waa la dugsan. Dugsi maxaa loola jeedaa? Waxaa loola jeedaa macnihi bishii haddii ay faragu sugo in laga arki karo masalan UK waxaa sugay cilmi faraga wuxuu sugay culamaa cilmi faraga waxay sugeen bishii inay suurtagal tahay in laga arko meel fulan. Marka hadday meel fulan in laga arko mesela UK in laga arki karo ay isbaad gareeyaan wabitaali ay bishii meel kale laga arko marka waxay leeyihin iyaga waa tan waa la waa la waa la weheshan bay dhaheen waa la
إنما قرصوا اعتماد لعسكرها أو دليل أه لكن دليل كي أي يكون وجب بينهن أو مالك على أركين مركا إسلام مركا هداي بش هداي والله حساب تسوقته إن على أركين بلد فلان أو كلام لكن بلد كي سجى وشجعه لما عسكرها إليهن ولا ما قالنا هيو ولا عصب ومعاصرين ما أها رجي هوري سدا أي فنتي أي ماذا إسلام كيفوق هذه يرجي طبعا وازع ديني هذا وحب بنا كتجان إن أنا هين شيء العسكر يا حساب الله ولا تلجرين ما هين حسابته شيء مروضة بالأحكام أحكام الله وحري ما هين بدهن أحكامته حلو حري أركتي كل يوم أركت الله وحري ما لها قارك وقفك إشكال سو جرين كرا أو أوران كرا سو هذا بقولك يو كي يوروب يمكن جون نو كرا قلبك حساب يقام نوع عاصن أركتي أهين بين كوسكو ينكتو كنا صلاة قاركوت ولا قدرية ولا قياسية لكن نبي عبد الحديث كيسي وكره الدجال ديرا حديث كاس أيا لا يفع إذا سنة يا أو وهذه مالك مركو مالك مركو مالك على الله اللهي وحول قدرة أو قياسة مركا هذه ماشو أي هو الحمتها أكله ولا قياسة يا واسد هذا الضلال كجرة أي يقولين هذا صار هذا وحليه شروط مع صانك وحليه شروط بليه هاي شروطه صانك مرنا منه حليه شروط وجوب الصوم منه حليه شروط صحة الصوم مركه على صانك يكون واجب يا أي أوامر وهي ما كان شروطه وحليه أنا شروط وجوب الصيام صانك شروطه أن واجب روحك واجب هايو تصنع يسويه شروط اسمك وحويهن وإلى شن شبيك وحويهن قفك إنه مسلم ياهي هذو قفك إسلام هين صان لغو مالي كمان أصحيسو وإنه بالغاية هايو قفك وقاري حلقي تكليف كي لغرها أما الدابك وقاري أما وحوك وقاري سكالي معنى يا هدو نرغى يا هاي يا هدو قفت مرت هاي لوضو هدين لغاية العلامات كي بلوغة ووقان قاري ولو طوان بيانا دافنه ساسا لو جيدا مكا قف الله قف كي قان قاري مسلمين تو حوين حكو قان قاري حق تريد شان يتوصنو او قمري اه شان يتوصن مركو جوغو بروح عاس رجي دون ذكا هادوا وحالقو لي هاي واجبات كي حق إله اه ايا فوليا وهكذا مركو كهر بقان قارو أو كقان قارو دامر كقان قارني لكن علامات كي كله ونرجع نقطة ما جوار إنه ما قبر دقاف طمر إنه قطع أهلها إنه هري يتوكل وهكذا وحوي من تصدح هذا وحوي يظن عقلي إنه مجنون هين قفوالا أما مقنع عليه أو ما دي مسك لمير دوري دمير دوال كاتو مرة كجاي مرة وامتك لكن قف وعلى وين قف مسك حيسو جوكتو أو تامي تاني وين تاني وينو الظاهر هاي قف كدو مرة كيه وين الظاهر كتاي من النفاس والحيض وين الظاهر كتاي أيضا مثل ده حلو حلوين وينو صانك كرايوم وين هاي مثلا قف أدوين وعلى يقونه في الطعام مساكين قرادي أو يدوقونه أما ما حديث سيسويسو يا أترك ابن عباس وكله قف كأن كرنا شيخ وين نغضي وضي وين يا إسلامتي يدنا عجوز وين قادي أن كرين صانك وحي حقو لهيهين إنه في ديب حيان بدل كي صانك إنه في ديب حيان بحقو لهيهين طابقك بحيان شروط وجوب السيام بأهد هذا هو شروط صحة السيام صانك فوحو كأصحة يا شروط اللي قبها هي هي ويهان شاد واكد حيا او قف مسلمان بكا صحيا الا قف مسلمان بالغولها مركو هربا قف كي مسلم كا الغولها ام بكا صحيا هرتو انو مسلم يهي مرادون الدين تبا سوغرين صون لما ايمان كارو هورينا او شاقنا كما با صحيا نري طلبا التمييز مثلا ما حاو شاقنا شروط وجود سيام وحان وانو يهي بالغا وانو يهي وانو قف كو البلوغ بارو شاقنا
لكن لو شطي ما هيو حاجة سحرة لو ما شطي وايو قفك وحلاقي يصير إني إنه صلاة تكن كرو يصير إنه سومي كرو ما كتاسلا ود ما حلاش التمييز بالله يا وينو مسكح دي سو وينو كلا جرنا يا واحد هني واحد في عن ضبك يا واحد ضبك كلا صار أيو حيوانك وطبعا كل حد ما يقول خلي يقانو مركا وقفك وقف تمييز وحكلا سرعي كرام حالا قرن داء وحن داء لغو قيدين وحالا قيدين لابا عنو واسكو فيلا انو من تمييز ديزي دي بلعضو منا او هلو تمييزو ياشو مكا تمييزكو واه شرطي انو وحكلا كلا قرن هايو واه شرطي مركا دو ساقال جير قارو تدبا جير بايا هاي تمييز ليا هاي واحا صونك كبرون ايو واحا كبرون كلا قرن هايو هادي الله شاقا إلا ان مكورين وعلمي للدماء الله هادي الله شاقا كلا قرن هايو قف كاسو كلا واه صومي كرا واجو كموها لكن هادو صوم واه كاسح يا صون كاسي الخلو من الأعذار المانعة للصوم من الصوم وحالا وحي دي دي إلا الصوم وحانري وإنو طاهر أيتها قبضو من الحيد والنفاس بانري وإنو نقف وحان قف أما جرن وان صومي كرونا هين أما أندق إذا وان كري كرونا هين يدنا وطيوانا كفا يسننا مكا وإنو خاركي هاي وحالا وحي وإنو مثلا ونا مجنون هين وإنو قف كري وصوى صومان إنو كو إمان مير دوال مثلا مقمع عليه ونا هين وقف لمير دوال ونا هين مركا صدا صو كلي مركو يهي وقف عادي أو مسلم أو طاهر أو يهي وجنون ونوالين أو مقمع عليه هين مركا صو كي وكأس حيا يدين اللي مادو من ذكره وقدم بس حاجة سحاء وآفر يومين الوقت القابل للصوم بالله صلاة الصوم كان وصوم كي رمضان كان وإنونا بشيء اللي قارن به وطي رمضان ما سومي بشيء ما جوك تمحو سومي أما بشيء ولا قاري لكن وإذا ماتين لكاسو ليه رمضان ما سومي ما يا قضوه كالقص ودو قضوه لقوله إيها وكله وعنوان كدوان هادو صلاة صون وليمان صون أو صناء هنا إيادونا وعنوان كالو كدوين هادو صناة صوميان وعبيدك لكن ما حكال لنا صونك قفكو صومي رمضانك وإنو وقتك وصومي وقت هرطة وبشي أي جوكتو طلبات هادو بناك هادا كو صومي وكب حسن تاي بشي بناك وبشي دمدو كي هينا وإنونا أحاين أوقات صونك لديدين متكمدا سيدا أيام التشريق وكالي إيو عيدها وكالي إيو وإن يدرى حين بوري سيدا مكا إنتاس أينكو سوكبني إثبات الرؤية أما إثبات شهر رمضان بشهر رمضان وحلو إثبات قريمين نري إلا أركام بشي هرية عشعبان هيد أي صدق كنا ماتو لو الله صلوه أركام يتكمي ده أركان شروط وحاني ده صانكو وشروط الوجود هي شروط الصحة شروط الوجوب حنري وإنو قف فيها قف مسلمة وإنو شرطيني وإنو قف بالغاء مكلف عنهنو مكلف حاليا قف كبالغاء عاقلك أي الله هل هل بيسكن نقوم كران علماء كالقار هو كالقران سيد لوك سيد محال لوك سورة ويروحا مدى كالو حويهم وإنين طاهر ويروحا سي وطاهر كي يهي مانعي دي دي صلاة دي صنك دي دي وقف كدومر كالقارهان ومبالغاء الله يبرك السوكالي وانو كاري كارا صون كيبانري تاس مركا واشروط الوجوب انتا مركا لايه لو صون كيبانو قولي يهي سيحادي محان هبرا وانو مسلم يهي وانو مميز يهي وانو مانع ماشي جيرين او وح اديد جيرين صون كاس مدو دباس وحان وقتي وقتي لصومي كارو وانو يهي هذا واحد وحان سوغنا وحاويهان سؤاليه اني اونا قابل انو انوكو إن كعصرة إن الناس سؤالها أسكت ذيدان إن كو تعلقان موضوع عن ما تكهض إنه أصلاً كعموماً هدي كبح حنا نحكام تير كبح سنين وهذه كلا ملك إن أكعن وحي ردتك أسر تجشين الله سبحانه وخير روح أسر تجل ويدو وحشاشة أغم مقطع
إيميل كاس وسوق بكرة وحي سؤال وبهاي هاي أما طريقة الصلاة نفط هذا بقى أو يسوق بكرة هذا وأن وحنطق قبل الله سؤالينا بروح أورا يا رجل السلام عليكم عليكم السلام هاي والله والله الشيخ يقول لي ها والله كجرتها هلو شيخة هاي والله نوحن كويدير سؤالك بحصان موضوع على كالسين وان قلت هذا عدو دارك سواء مغلين وهركيس انك سواء مغلين ويجل وين تلفونار انا واكو وحن دوني محن كدك تعمل مساعدة كده من قرآن كدك تعمل مساعدة كمان جيل كرا انا هم ضاير هاي الموحكة صديقة كرا مايا والله المساعدة كها جيل انا ضاير هاي القرآن كوحنا وشد إلا عابري السبيل جد كان مساكر لحق ما رأي السنوين ها قلن أديون ظاهرة هاين طبعا علماء كلا كل جوقتا ما دام جوقتها بيسا ماشا اسنا علماء جوقان انا علماء وبا نكتان ألا وجع لها ماشا جوقتا لكن أروحا كفرا يا مساكر هاي والمعصم هذا هاي والمعصم الله يقعيها هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلو ها السلام عليكم وعليكم السلام او شيخ وراح اكون يدينها ها ويجي الصلاة دمي يجبيها ويسد سؤال شاس ويسكسر نغطاء ما هذا يكون عصبتها عليها ها ها وانك ملايين ها سؤاشاس وحارو ملايين صد الصناة صد النقى سنة وقدم بيسي اما فرتك سنة وقدم بيسي ألصن نقطي وكو عصبين بان امي سنة هاي هدي الهوري علماء ومقاشي علماء قادو هدي الهوري كم مقال واسكو خلافين علماء دو ملابك الشافعية صومالي دو قبلان تهي حد اما يكس عجرتي ويكاجبين هيا اوليقاغو ويسدو كاجبين هيا ما قشا ها واكو مغلا وما حدثنتاي الله امان وما حدثنتاي الله ينكحي السلام عليكم هالو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها شيخ وحرم انا نكوي دي سؤال هاي سؤال شو حاوي مركا صلاة عشرين الجوجين ووقت جلسي جار هذا يروح عمل وقتها والس بالدلام مركا قفك دوس واحد الشقة هذا صلاة حلي هذا دال جار ومغربنا وحي يرداف مال الدكان كرا أن صلاة الهر طيلها سبحانه وتعالى وقت وقسمه ها ووحى الله تلقى الوقت يادي إن لوتو كدوم لكن أسباب ضرورة نقطة يا يوح لمن نقطة يا بإله سبحانه وتعالى دين تنا دين وحرج يعلين وجر يمه ودين أن لو قطر الجلي إلى قيام الساعة أنا أمضي كل غنطه. آية. ما قصده أوجد وح قف كهدي دبعته نوع عسيس تو وح أبنا إنه جمعيه. جمعس كمعني مغرب كيبور كالهيرو ينوي. ها. مغرب كي مركز توكتو أي الله عربنا إسحاق صلاة عشاء أنا طرعنا إسحاق. أوكي لكن صلاة عشاء هذا دكتور عبار فدزه وكبع عاد ما دكون كرتيد. ما يدري جمع عشر دقيس وحويه وين الله صلاة سانكس كهيان ونور حيصه وحلا إقامه قميص تكلية وحيصه. واي شق وما سنتها. الله مهم. وان كرتي. لا ينجح يا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شيخو شيخو وحاق سؤال يا واحد ترى مارك حق رمضان كمارك سؤال رمضان كو سابسن وي ودمان رير قلبيت كان شوبنا marka hadda koor waxa dhacay maaragtay oo meel kaamaan ku jirnay anaga oo kooxa waan gartay walaal tiifiga mise gaalin kartaa markii hore
marka waxaan dhacday TV wala miska gaaban karta marka waru ka hadlayaan yaar TV ga codkiisa iska gaabi haye TV ga wan gaabiyeen haye walaal marka Ramadaan baa soo galay Ramadaankii markuu soo galay ha aan dadkii waxa la dhisa saacad baa lagu afuraa saacadna waa lagu soomaa waan gartay marka qorraxdii soo jeeda ayaa rag waxayreen waan afureynaa waa ko qorraxdii oo soo jeeda ayay ireen rag waxa afureen ragna wuxuu yiri ma afureynaa waxaan sameynaa waa bacdi nabi saacadani waxa weeye waad aragtaan qorraxdii inay soo jeedo ha afureena waxay noo harsamaa ma waa hal saac kugu badan yahay ama waa wax ka yare waan gartay su'aasha laba saac kala noqdo qaarna saacaddii in bashiiriya qaarna ma garanaysaa waqtiga bay ku simaan arrinta sheekho bal ka waran horta saacad kolka horeba saacad lanaguma xidhino saacad soomaali waa oran laakiin maalin soomaa la yidhi waa run xuduuddeena waa la qeexay waxa weeyahan markii fajriga saadiq loo yaqaano ama waagu uu uu baryo ilaa qorraxda ka dhacda weeye waa sax marka waqtiga u dhaxeeya ayaad soomaysaa saacad waxa la yidhaahdo ay ku xidhan tahay soonku ma jiro soonku wuxuu ku xidhan yahay daraar iyo habeen bay kala noqonaysaa daraartii baa la soomaya habeenki lama soomayo daraartii baa la soomaya habeen lama soomayo waa run waana ogtahay weliba daraartii markay qorrax soo baxa lagu qeydi mahayo waqtiga waaga uu baryahayo ka hore waa inaad joojisaa cuntada naam xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswad min alfajr balay waa fajr saadiqa weeye naam marka qoladaas hadda saacadda ku qeyday waxaan u maleynayaa inay ku khaldameen arintaas haddii ay kaga tageyso noocaasna waa inay qadayaan weeye okay maasha allah taala maasha allah waxaa la yaaba qof inuu yiraahdo waqti ugu dheer ma karahayo haddii aad kari weydo ilaahay kuguma kallifin inaad soonkaas sii hayso markaad kari weydo waad afuraysaa haddaad nafta khatar gelmayso laakiin mar dambe aad qabaan doontaa markaadadiyo aan waxba qabin oo xanuunsanayn oo kari kara oo wax walba kari kara yacni maarta qorraxdu soo jeeda inaad afurto taasi waa qalab waa qalab weye khalad weye soonkaasi ma jirayo waa uu duray ciyaara waa in lagu ciyaara malaa'ilaahi soo inoo faray waxa weeye kulley way maqlaan baan umalaynayaa waaye jazaakallah khair walaal waayaade asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi laynka xiga asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum sheekh sagal calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ku salaamay sheekh sagal waan kaa qaadnay waa life ha telefoonka ka soo hadlayso iyo waxaad la hadlaysa waa sagal weeye laakiin waxaad moodaa TV baad moodan ku aad dhegeysanaysee wa ma isku dayi kartaa inaad iska gaabiso waa iska gaabi TV-ga waayahay hadda maqlayaa kowde Sheikh Sagalow aniga wadanka aan joogo soonka bisha July oo dhalanaya sida hadda mataqaan maartay muxaad ku aadan 20-keeda meelahaas waxaan haystaa waqtiga ah adduunka wuxuu dhacayaa koobaad waxa waaye adduunku waa 1:22 waan gartay afurkana waa 12:22 habeenki 12:22 habeenki kala barkii hal saaca u dhaxeeyo afurkii adinkii haye seeriyelnaa marka ma qiyaasnaa masaasan ku sami karnaa dalkee joogtaa adiga ma Norway joogtaa Norway arrinteedo kale waa culimada qaar baa ka hadlay waqtigan aan joogno waxayna yidhaahdaan dalka ugu dhow waa in la afuraan bay kuwaas yidhaahdaan ma maqashaa halkaa ma fahmaysaa waan maqlayaa lana kuwaasi way ka duwan yihiin xilligaas samarka ahaa aad buu uga duwan yihiin waqtigoodu uga duwan yahay waana meesha qorrax inta badan ka dhicin xataa ay muuqato xataa markay dhacdo nafta ay sii muuqanayso marka waxaa taa la leeyahay dalka ugu dhow ayay ka qaas qaadanayaan waxaana walaal ku daaran TV-gii waan ka xumahay inaad
هذا نقل سؤال حقا تلفون كان تلفون كان كارتو تلفون كسبع كارتو تلفون كسبع على مقلع وحنا نقصنا قنا يا عودك عن إيكو أكو جل عودك إيكو أبو عالكها مركا سياسة ديالي سياسة ديالي سان ولا لو واحد ويا قرحة ما تعب أنا جاي سير تلفون كبيش مي لقب اللعبة إلا يا أبوس قرحة ما تعب أنا جاي وحنا جاي من من ناي سير دهان وحنا ما تعب قرحة حقيقة قال يا دكان كده هذا دكان قصان سام ما دارك إسك بنير فيها كلام سام واحد محايني دحيي نكية مراكو كله أنا يا حتى المراكة يدو هم لنا مراكة مراكة وأنا دوقة مراكة وأنا دوقة حل يسو ميسو يحل يافر يسو واد ما حسنت هاي واد ما حسنت هاد أساس أساس هذا يواجه يقبل حي والحمد لله واي إيه واجه يقبل حي درمس واي إن شاء الله خير لقسي واي ما حسنت هاي شو ما حسنت هاي دلالك كل كده لسه ديت ربطينا إبعاد صو صح نقطهم أهلاك السلام عليكم سلام ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هاي الشيخ هو في الدنيا كان كويدي سؤال برنامج كو على لقص المدرسه هاي الواحد الشيخ هو انه كويدي صوم دقيقه تغير رمضان كي حتى لو سو ضعفي هاي عودك وها كر قاد صوم باكات تغير هيا ايجا تغي سامان تكام سنة توري رفضان كي هورا هادا كان ايه هادا نغي تغي هيا مركا ان شيقو مالمهينا ان تيردي سي محاسوستو هيا وحنا مبالينا يا عينا نادوغو وحنا شكوكا لقلد يا عينا نبشي اينا احين حاسوستو دادك اعادو هيرمان كبادانا احاي مركا ادوغو وحنا كو قياستي اينا ادوغو شني تون دريتا اما اي لغتين دريتا هاي ادكو قياستي ايان كو قياستي وان قرن هيا وحا ملاد وقلان وحا ليل وحا وناكسن وحا له وحا كسي وناكسن هيا مركا محاد سؤاشي محالي سير وصوما سؤاشي إذا وحا يتهيشي يقو هادنا حين لقيك هاد سان وصوما أنا وان ربعين وكويديو سيدو قال وحا رباشي يقو إنا وكويديو صون كان وحا ويهرت وحا دواء وهرد عدد مقاتو ليلي هاي مسلم إنا صون كي إنا مراتي أيوم كل نقض وحا دواء عدد مقاتو een hanuun taqtir igu joojiyoon haday aanu tuduh kareen ma jirto laakiin shiiqo maalintii uu igu dheertahay in hadda dalkalkaan iskeenay fiyanka xumoorahay waqtigii uu igu dheeriyay waxa kala ka sii daray shiiqo ma hadii aan soonki uu aan isku dayna waxaan arkayaa in macnaha daal farabadan iyo irhaaq ay aad u farabadan anoo soonki mar walba karay maadaama shaqooyin kale ma aan haysto marka maxaa asbaabta qofka laga cafiyo dadka laga cafiyo qofka وانكرت هرت صان كإله نقول إنكو إسكوملهن غفك بني آدم كي غفك لغ بني آدم إسكومله وح علماء كاقاري كران كون دول صار كران نما هانن شخص جا صان كنقول يا هذا شروطي سوشي جيني وحال عذر دار بقوله يا هاي وأفرك وحلي عذر دار وغتي كرسي عن شروطه كفهميني way haddii qofkii yahay qof jirroolaha jirradaasna ka baxayninba sida cudurada dambaxaha ilaa qofka dhinto una soo mi karno dhaqaatiirtu cabeeyaan oo kale marka adiga de wajigaagana ma aragno mana ogin inta tahay da ahaan codkaaga waxaad mootaa gabadh yarna tahay waxaan qiyaasayaa ina waqtiina soo dhaafay hadda aad waqtigu u yaraa aad iyo aad u yaraa wayna soo dhaafay waxa hadii qofku uu soon ka tooto soonka hadii 15 iyo 20 aad shakisantay 20 baad ka soo qaadaysa in alla intii badan baad soo qaadanaysa waa mid koowaad si ay cuudadaada iyo waajiga ku saaraa kaaga dhaco sida aad u soo mikartaan kulba u soomaysa ilaa waa lagu leeyahay soonkaas wax kale oo maadood bixin karta ma jirto hadii aad ahayn qof da u diiday ama jirro ay u diideen ahayn انت لا اسوك قف اوك او كلا او كاغا شيكين ما جرو والمعامل علي ربي انك دخايا marka rabbi waxa ku raali galayso ruux kale ka qaadi kara ma jirto marka rabbi waxa isku dayda in la taamusho si alla si aad waajib waajibkaas ka bixin kartana aad ka bixiso ha ha may magashan ha waxa ku maqla waa shiiqo waa hada taas ha waxa ku maqlaan شيخ سؤال شو وقت سيفي عنا يدعبي هاي وحن
waxaan kala rabaa sheekh inaan ku weydiiyo salaada marka uu qofka uu sooman yahay oo kale waxyaalaha masalan makruuhda oo kale ka ah oo kale soomkaasi haduu asagoo sooman haduu ku dhaqaaqo oo ay ka furmayo wixii kale waan garanayaa kuley laakiin waxaan rabaa hadalka beenta waxyaalahaas inaad inyar aad ii muraajicayso waan mahadsantaa tagta ma insha allahu tacaala waan ugu soo socotaa isniin kastaan soo gelaynaa waxaa laga yaabaa ilaa shan lix dirsi oo dambe mid ku saabsan arintaa keliya inaan ka hadalla laga yaaba laakiin waxaad ogaataa hadallada beenta iyo beentu siday xaaraantahay haddana markaa way kasii daran tahay marka soonka burin maysa laakiin thawaabkii bay la tegaysaa soonka sababtan u soomeyna waa waajibka inaad iska rido thawaabna aad ka hesho marka dunuub waxaa jirta aan soonka kaa burinaynin thawaabkiina kaala tegaysa waajibku kaa dhacayaa laakiin thawaabkii aada ka helaynin iyo waxaa jira soonka kaala burinaya oo dabcan ku cadootaa haddaad sheegaysa ah marka nabigu wuxuu yihi calayhi salatu wasalam man lam yadac qawla zuuri waalcamalu bihi falaysa lilahi xaaja an yadaca sharaabahu wadacaamahu sharaabahu oo kama qaal sal alla wasalam haddii qofkii aan ka tegin qowlka xun iyo kucmal falkiisa dan ilaahay kama leh hadduu cuntadiisi iyo cabistiisii ka tago xadiidkaa saxiixa yaad ka soo qaadanaysaa marka hadalka beenta iyo hadalka laqwiga iyo ficilka xun oo dhan bu marka ramadaanka waa laga sii fogaan markaa soomaanta waa ka sii fogaa adoo markasta inaad ka fogaata la rabay hadda marka waa inaad ka sii fogaataa weeye waay olan laynka xigaan egayna asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu hay walal sheekh waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal haye waxaa jirta sheekow in telefoonadan smartphone-ka ah ay ku jiraan aan ku jirno aan ku shubano qur-aan iyo wax waa gartay marka mararka qaarkood annagoon isugeen waxaa iskala galnaa musqulaha ahay marka sheekh bal ka warramaa arrintaasi maxay tahay maa dembiya naga soo gaaraay horta telefoonada qur-aanka ku duuban waa qur-aan mimariga ku duuban ee ma ahaan qur-aan hadduu korka kaga yaallo shaashada kaga yaallo lala geli kari mahayo waa mamnuuc markaas laakiin midka mimariga ku duuban dhibaato ma leh waa adiga wax aduu halay adoo xaafida musqushaad gelaysaa waayo qur-aankaaga mimariga ku duuban yahay mimarigaaga waa saas marka waa jaa-is waa shay bannaan oo aan cidhiidi ahano gelinin subxaana wa tacaala leyga xigan asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu hay walal haa sheekho waxaan ku weydiin lahaa arrin soonka ku xiriirta haye cod kale kor qa walal haa soona laigu leeyahay oo adiga shan iyo toban beriya haye anoo uur lahuna iga tegay soonka waan gartay oo soomi kari waaye marka soonka keligiis miyaan la imaanaya mise shuruudo kalaa jiro oo lala keenayo soonka taasi araba inaa ogaado waana soonka hadda naga tega miyaa mise soon hore u ahaa may soon kasii horeeyey u ahaa adiga saddex soon baa kasoo wareegatay horta haddii soon kaa tago soonkii waa laguu leeyahay taasi hadalka ma yaallo kafaarada wax kafaaro leyahadaa jirta oo culimadu waa masale ijtihaadaad masaladaasi waxaa loo kala qaaday hadday gabadhu ay uurka oga tagta ama nuujin oga tagto ma waxay oga tagtay inay lafaheeda u cabsatay mise waxay oga tagtay inay oga cabsatay ilmaha hadduu nuugaya mathalan naaska amu caana ka waayaa hadduu caloosha ku jiro hadday uur ay leedahay ama ilmuhu soo dhaca oo kale hadday oga tagto soonka marka waxay yidhaahdaan oy danta ilmaha oga tagtay soonna way la imanaysaa kafaarna way bixinaysaa bay culimadu yihahdaan kafaaradiina waxay bixinaysaa wax mud la yihahdo shood yaryarka ahaa oo kale amnuskiilo kale wax kasii saasoo kale ayay bixinaysaan ila micyaarkaas bedelee marka hadduu soonkii haddaba soonka hadda naga tagay kii kasii horreeyey ahaa kuwa kasii horreeyey meesha waxaa weyaan waxaa la fiiray marka cudur baa oga tagtay laakiin intii hadda iyo markaa udhexaysay ma cudurkii baa ku hayay mise kuma hayn hadduu cudurkii ku hayay waxaa lagu leeyay waa soonka keliya hadda laakiin haddii cudurkii oon ku hayno cudurkii kaa tagay oo abayo la-aan awgeed uu kaaga aada u qadan weyday
كفارة يبقو ده تاس علمدو اي سو قريان ماشاس وحيلا دان وانو كفارة راعيا صونكي لكن مركز الصون كارتا لقوله صونك اسكسو قد بانكورن لها هديات كفارة اللي ما كرتنا ايه وحيوات بحقر تخيران الله بحيضنا وبالله توفيق وما سنت الشيخ الله ينكح يا سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي والله وأك السلام شيخ الخير بنا الله كشيء الله بحفظه وحرب هل سؤالنا كويدي خصوصا شيخ الصلاة مركة وفكو صلاة أنت سجود لبعض كسوق أو كهو إنه كر كعتان وكعيو تك تكبير تاس أنتو سكين ميا لود واقع يا مسي هدي لود واقع مركة لك عك بعدي بالأحكام تي يا أخي تكبيرتها طوى السنة وشيء اسك السنة ها صلاة دي وتكبيرتها تكبيرتو منا واتصلاة لو قلو كوه كلا تكبيرتها تنقلات كلو يقانو ويهي صح مريا قوضهان هورتا ما هانين صلاة در أركان تيدا كبير ما هانين واجبات كيدنا كبير ما هانين اما واحد لو يقانا بعضيات كيدا ما هانين حدي اوقفكو كتاقو صلاة دو يكبو ريسو اما سجود سهولو كبا ما هانين وحولا ايمان ايا qofku marku tanaqul ka sameynayo tanaqul ka marku sameynayo yuu leeymanayaa hadaa sujuud ka soo kacayso marka sujuud ka soo kacayso hadaa sujuud u socoto hadaa rukuc ka soo kacayso rukuc u socoto tanaqul kaas ay iska leh ma marka sujuud ka soo kacay intaan fadhiyo miyan takbiirta la iman mise markaan kaco sujuud marka ka kacay hadaa u kacaysa waxaan rabaa in aragacadeena kale inaan u istaago labaad marka marka sujuud ka soo kacaysa bilaabaysa okay hadaan sujuud marka ka kaco hadda oo istaago hadda Allahu Akbar ilaahada ka war waan waxba Muhammad yeeyin dhibaato ma leh ah sha dhibaato ma leh waan ku soo gaabay waxaan qoray waa sunna marka horaba kan quraanka gudaha laakiin sida sunnada marka ka soo kacayso ina la timaado weeye balqof iyo laba mid kood baynu hadda fiirinayna kadibna waqtigi waa gabagabo aan leenka xigaan ayo salaam aleekum salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aa sheekh su'aalan ku weydiinaa waan gartay waxaan dahay hadda ka hor waxaan dahay ila wax oo calashan oo wax oo calashan oo reerkayga oo ku xariira ha ilaahay waxaanay tahay qofkaanayto oo waxaanayto aan ka helo ama saan u sameeyo saddan bari ilaahay xaqiisa u soo ma ayatilin aan bahay waan gartay wixiina waa naqday markaas saddan ka bari inaan saddan bari isku xariira aan soo miya ameena oo goon goono kala soo mi kara may hadii aad u atir saddex hadaa tir saddan isku xigtaan soo miina saddan isku xigtaad soo meysa may saddan bari aan saddan tir saddan bad soo meysa saa ku soo tan ah wa ma tan saa sheekh oo qeyra la ku wadaa mudan halayka u dambeeyo walaal salaam aleekum aleekum salaam adeer haa wa adeer isoo gudbis suashada wa adeer waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilmaha iga soo dilmay waa kow marka laba shayn laatan bari dhiig iga socday haye marka ma sida umur shay camal asaad leeguma ha masafad waa qaleeya ma waa dhiig dalmood marka salaada qadayn maysi ha ilmaha ma qabil abuha afar bilood marka ma qadaynisi dhiiga sababtiisu haday ahay ilmahaas ما قضيني سيلا وكا قوه يسولي وكا قوه وات فانس مهم انا جسك الله خير وياك انا وياك واليال برنامج كان الدين قها او انو السعودي صدح دي الى افرتي يوكي وان هرو شايدة مالك استو اثنين وكبحو هادنا الصون كان كهل لانو ان شاء الله وان كود حجيرين مالمها صو صعدا روحو اصو قلي waa sidee qofku u soo gali waana u cudur daarayna waxaan soo u sheegaynaa inuu nagala soo xiriir karo xagga emailka info@sheekhsagal.org emailkaas uu nagala soo xiriir kara wixii su'aalaha soo gudbisa waan kaaga soo jawaabaynaa haddii noo suurto gasho wixii talo tusaalana insha Allah ta'ala inaan qaadanay isku dayna
أو نص قد بين إنسان وأنا وعبد الله الشيخ محمد سجل إيو دانك فرصمدا أو يا فرناء هو بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.